السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة قسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية. وصلنا وياكم للجزء الثاني من موضوع البوليمينري. وصلنا إلى نيومو تاكوميتر اللي هو أحد أجهزة قياس ضغط الهواء. النيومو تاكوميتر are devices that measure the instantaneous rate of volume flow of respirated gases. Basically, there are two types of new tachometer, differential manometer, وأن النوع الثاني اللي هو الهوت واير نيوموميتر. النيومو تاكوميتر هو أحد أجهزة قياس ضغط الهواء اللي هي تعتبر أجهزة تقيس المعدل اللحظي لحجم تدفق الغازات المنبعثة، تقيس المعدل اللحظي لحجم تدفق الغازات المنبعثة. أساسيا تكون من نوعين اللي هم مثل ما قلنا الديفرنشال مانوميتر النوع الأول اللي هو النوع التفاضلي أو مقياس الضغط التفاضلي. Differential pressure sensors are sometimes used in place of turbine transducer. هذا النوع من الأنواع يستخدم مستشعرات السنسرات بدلا من التوربان ترانسديوسر اللي هي المحولات التوربانية. Commonly referred to as pneumo tachometer, this design can measure low flow rate with high accuracy. هذا النوع من الأنواع قياس ضغط الهواء يقيس لنا معدل التدفق الواطئ للغازات ومع دقة عالية، يكون مع دقة عالية. بالإضافة لأنه فائدة الثانية اللي هي الكوست التكلفة يكون inexpensive يعني رخيص غير مكلف نسبيا. النقطة الثالثة أنه يتكون من small resistance مقاومة صغيرة which always flow but causes pressure drop، يعني هي تسمح بتدفق الغازات بشكل سلس لكنها تسبب هبوط بالضغط. This change is measured by differential pressure transducer. هذا التغيير بالضغط يمكن أنه نقيسه بواسطة الـ pressure transducer اللي يكون الإخراج مالته عبارة عن إشارة سيجنال تتناسب مع كمية التدفق للغازات حسب قانون سيريليو لاو. على فرضية أنه التدفق يكون لامينير اللامينير اللي هو يعني بشكل صفح، يعني دفق بشكل صفح مو مثل مو دايركت. The unit is heated to maintain it at 37 درجة مئوية. يتم تسخين هاي الوحدة للحفاظ على درجة حرارة يكون 37 درجة مئوية لمنع تكثف بخار الماء من الهواء المنتهي. هوت واير انوميتر هذا النوع اللي هو مقياس شدة الريح بالأسلاك الساخنة. يستخدم هذا طبعا عنصر صغير element small heated element عنصر صغير ساخن في طريق تدفق الغازات، يعني يستخدم عنصر، هذا العنصر يكون صغير الحجم مسخن في طريق اندفاع أو تدفق الغازات للحفاظ على هذا العنصر بدرجة حرارة ثابتة. يتم قياسه ويتم زيادته نسبيا نسبة إلى كمية الغاز المتدفقة ولغرض التبريد هذا العنصر، يعني لازم نحافظ على درجته لأنه ما يتسخن بشكل عالي على مود يبقى بشكل بارد. نيومو تاكوميتر عادة تستخدم لقياس البارامترات اللي تتضمن وظائف الجهاز التنفس اللي من ضمنها forced expiratory volume
اللي هو حجم السفير القسري، وعندنا الماكسيمم ميد اكسبيراتوري فوليوم حد الاقصى اللي هو حجم الزفير المتوسط، والبيك فلو اللي هو ذروه التدفق، وجنريت فلو فوليوم لوب اللي هي توليد حلقات التدفق الحجمي. يعني النيوموتاكوميتر هذا قياس ضغط الهواء عاده يستخدم لقياس باراميترات تتعلق بوظائف جهاز التنفس او الجهاز اللي يساعد على التنفس، مثل ما قلنا اللي هو الفورس اكسبيراتوري فوليوم والماكسيمم. هذني ضروريات انه نقيسها عند استخدام جهاز نيوموتاكوميتر. although these devices directly measure only volume flow, they can be employed to drive absolute volume change of lung by electronically integrating the flow signal conventional mechanical spirometer. Pulmonary function analysis تحليل وظائف الرئة. تحليل وظائف الرئة. The assessment of pulmonary function is important in diagnosis and evaluation of obstructive and restrictive pulmonary diseases. طبعا تحليل الوظائف الرئة كلش مهم بتشخيص وتقييم أمراض الانسداد الرئوي المختلفة. يعني لازم أول شيء نحلل وظائف الرئة حتى من خلالها نقدر نشخص ونقيم أمراض الانسداد الرئوي اللي تحدث. طبعا obstructive lung disease is clinically identified by decrease in expiratory flow rate. يمكن انه نتعرف على امراض الرئة المختلفة سريريا عن طريق انخفاض معدل تدفق الزفير. The anatomical basis of which is airway narrowing, where obstructive lung disease is clinically identified by decreased lung volume. الأساس التشريحي يمكن أنه نستخدم أساس تشريحي في تضييق مجرى الهواء، في حين أنه الرئة المقيدة يتم تحديد المرض سريريا من خلال انخفاض حجم الرئة. أنه نعرف هذا الشخص مريض بانسداد رئوي من لحظة أنه انخفاض في حجم الرئة. Pulmonary function utilized in diagnosis and prognosis of these diseases include certain lung volume, flow rate, flow volume loop, maximal ventilatory volume. تشمل الوظائف المستخدمة في تشخيص هاي الأمراض والتنبؤ بها. يعني مثل ما قلنا أنه تحليل الوظائف الرئوية ساعدنا بتشخيص وتقييم الأمراض الانسداد الرئوي. وبالتالي هاي الوظائف الرئوية اللي احنا حللناها تساعدنا بتشخيص الأمراض اللي من ضمنها أو تنبؤ بها أيضا، اللي هي تتضمن حجم الرئة الثابتة، معدل التدفق، وحلقات حجم التدفق، وحجم الأقصى للتهوية. Pulmonary function are not the only means of evaluation lung diseases. يعني وظائف الرئة مو هي الوسيلة الوحيدة حتى نقيم بها أمراض الانسداد الرئوي. هناك تقييمات أخرى اللي تتضمن الديفيوجن الانتشار، وأيضا arterial blood gases اللي هي غازات الدم الشرياني. هم يساعدنا في تقييم الانسدادات الرئوية. طبعا مثل ما تشوفون بلوك دايجرام اوف بولمينري فانكشن انالايزر، بلوك دايجرام يمثل لي تحليل وظائف الرئوية اللي تشمل هنا طبعا محلل النيتروجين ومضخة التفريغ، وايضا ديجيتال رقمي حتى يعرض لنا الدوائر الالكترونية بشكل مبسط، وايضا اكو عندنا ادوات حديثة تصمم
لأتمتة قياسات التهوية بالكامل، وأيضا التوزيع والانتشار، وأيضا وجود جهاز الكمبيوتر اللي يمكن من خلاله نتحكم بفتح وغلق الصمامات، وأيضا قياس معدلات التدفق وتركيز الغازات المختلفة، وبالتالي أيضا تم عملية الكالكوليشن اللي هي حساب وطباعة النتائج، وأيضا تحويل الإشارات إلى إشارات رقمية من خلال وجود الـ Analog to Digital Converter اللي حولنا من الأنالوج إلى الديجيتال الرقمي. هنا طبعا تنتهي محاضرتنا لموضوع البوليمينري. نلتقيكم إن شاء الله محاضرة قادمة. تحياتي.